يستقل العراقي جاسم محمد شاحنته التي تضم صالونا للحلاقة ليجوب بها أزقة وشوارع مدينة كركوك. هنا يصل جاسم إلى أول زبون له هذا اليوم ليقدم له خدمة تصفيف الشعر المتنقلة. هاي الفركة سيارة متنقلة، حلاقة متنقلة بكل المواصفات، يعني شنو المحل موجود، هو موجود بالسيارة من المبردة، من المغسلة، من العك، كهربائيات، شو تريد الموجود موجود بالسيارة، من أروح يما يخاطرني أروح زينة، فهذا الزيان يعني هم راح يشوف نفسه وأني مرتاح وهو مرتاح، فهذا شيء جديد وشيء حديث، يعني إن شاء الله ينجح هذه الفكرة أنا سويتها. تجربة جديدة تعد فريدة من نوعها بالعراق، يقول عنها جاسم إنها تساهم في تخفيف عبء التنقل خاصة على كبار السن والمرضى. أكثر شيء رجال يعني الزلم الكبار شوية، الإنسان المريض، الزلم الكبار شوية بالعمر، يعني مرحلة شلون نقول الأربعينية الخمسة وأربعين سنة يخابروني. العمال المشغولون على الدوام يجدون هم كذلك في المحل المتنقل خدمة مريحة ومربحة للوقت. لدي محل في منطقة القادسية وأنا أعمل ميكانيكي السيارات، لذلك ليس لدي وقت للذهاب إلى صالون حلاقة لقص شعري. اتصلت بالحلاق جاسم محمد وقد أتى إلى هنا، ولحسن الحظ إنه متميز في تصفيف الشعر. مشروع أضحى اليوم مصدر دخل لجاسم في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده.